صبحكم الله بخير كالعادة. شوف الرقدة في وين، على الطرف وشبريه كم... لا ويوم أطلب ولا كينج بيد أو إكسترا كينج بيد. المهم أطلب شبريه من الكبار وأبدا. والرقدة شوف وين، في هالمكان. أبو محمد بيرقد عندي سويدي، قال أبوي بسير أرقد هناك، ورقد هناك أبوي حجرة، الحجرة هاي فيها شبريتين والحمد لله. ما انت بوينا لحبين اخر عدالي، ولا شيء خير ولا عندك ولا اليك ولا همك الله ولا هم يحزنون. يا سلام يا سلام يا سلام، خيبة يا ربي. ايوه سلام عليك البي، صباح الخير. يا صباحك نور سرور، يا بلد السرور، يا بلد البهجة، يا بلد النور، يا الخير والبركة، يا الخير والبركة. عاد دبي تقولكم حينه، دبي تقولكم أبوي شو تحرون أبوي، نخيل إلا في الأرض، نخيل ها حتى في قمة لي قمة البنايات تظهر. شو دبي تقول لكم، كانكم أبوي زرعتوا نخيل أبوي إلا في الأرض. أنا زرعت أبوي في الدور الخامس والسادس والعاشر، وشيء من مبانيي، شيء من البنيان اللي أنا مسويتنه زرعت نبوي حتى في الدور 30 و40 و50. شو التحرون، الله يبوكم انتو غير نمونة، لازم يكون عندكم خبر يقين اني انا يا امارة دبي غير عن كل بلاد في الدنيا العودة. ما اقارن نفسي باي دار، وين تكون وين كانت. اي والله يبوكم امر الله، يا رب تحفظها دبي، تحفظها بلدان المسلمين أجمعين. أقول لكم أنا البارحة أقول لكم أنه هذا الفندق العنوان اللي عليه سادي ساكن قبل شهر، ترى ما بحداك ترى أبوي أدرس داون تاون، هاك اللي سكنناه قبل شهر، هاك العجبة من عجائب الدنيا السبع، كلهم زينات وكلهم فنانات وكلهم ماشي شراتهم في الدنيا العودة، لكن كل واحد ولذوق. هذاك مثلا إطلالته على النافورة وعلى دبي مول من داخل على بطنه، وهذا اللي أنا فيه الحين مشاهد ويه دبي مول، مدخل مداخل الرئيسية هذا البوليفار. هي نعم، هي هذا عجبة، عجبة والله إنه عجبة من عجائب الدنيا السبع. وهذا واحد بعد من غير بعد أدرس دبي مول، هذا أدرس دبي مول، وهذا أكي وهذا أكي أدرس داون تاون، وهذا اللي انا فيه ادرس بوليفار. وهذا وين تعشينا البارحه، طاولتنا لحفوها برقعوا ابوي الطاولات، برقعوا الدنيا. شوفوا ابوي فوق كل ذي علم عالم، استغفر الله ما اتذكر شوفي علام عليم. المهم اقولكم يزيقون ابوي حدي يفتش من وراهم، طالعون ها كل شيء ملحف وكل شيء مقرطس وكل شيء إلا عن شيء غبار ولا شيات، فيلحفون أبو سامانهم كامل، كان داخل الفندق ولا خارج. يعني مو يسدك يا أبوكم بلكونة، هاي ترى ما بلكونة، تعالوا بلكونة الصالة العودة، هاي بلكونة الصالة حجاتي أنا هذه، ها بلكونة بدأ بالعمال ما طهرت عمري، ترى نفس المنظر جنة خيبة. هذا أبو كل مدد زاد أبوي ما يسمع لا حس ولا نس، ما كأنك على الشارع الرئيسي ما ينسمع لهيس الشارع أبدا. تحرون لحوض واحد، هذا حوض وهناك شيء حوض، شيء بعد حوض مالي حال من غير ثلاثة أربعة حواض، شيء ثلاثة أربع حيضان، ثلاثة أربع حيضان عندهم، واحد مال الكبار، واحد مال الوسط، واحد مال الفروق صغارية. والله أمور، المهم كل شيء فنان وكل زين مبسوطين، وعفني كأن اللي ياهم مطر ولا أنا يتراوالي، شوف الدنيا خرسانة. علم عند الله عادة. ها يا اخوي تعي، ها يا محا، ها يا اخوي، ها تمام بس
الصيني خالد اخوك يقول لي ياكل وايد شويه شويه ها؟ ان شاء الله انت تبغي شيء خبرني زين؟ اسلم على اخوك بحر خالد ها؟ بحر راح البحر ها؟ الله يحفظهم خالد اخوك يوصيني يقول لا تخلي صلاح ياكل ها؟ بخليك تسلم عليكم ابو صلاح سلام كثير ومشكورين يا مطار دبي شكرا لكل اللي ساعدوا شكرا لكل اللي وصلوا لين داخل الكرسي لين موظفي الجوازات الجمارك الاستقبال كل هالعرب ابوي ما قصروا مطار دبي كل الموظفين انقضوا عليه كلهم ما حتم حافظ ابوي عليهم مشكورين يا الفلور مشكورين الفلور مالي صلاح فانزاته على ما يقولون كم مبسوط صلاح وكم مستانس يوم في الطيارة يقولون له لا تاكل وايد خلي ولي في البحر يقول لهم صلاح ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحين ساير هيوستن هو مع اسد بيجلسون شهر او شهرين او ثلاثة مش اقل عن شهر يعني وقت ما طاب خاطر هم بيردون سايرين على اختي حصه مهندسه حصه بنت احمد عبد الله الخالدي تتعالج في امريكا من مده طويله الله يعافيها ويعافي ان شاء الله امه محمد اجمعي يا رب العالمين ان شاء الله نحط قلبي بخير هي واللي يتعالجون هناك وكل اللي يتعالجون في امريكا ولا غير امريكا ان الله يخفف عنهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويردهم سالمين غانمين ويحفظ بلادنا يا رب العالمين اللي هي ما بمقصرة في حق كل مقيم وكل ساكن وكل مواطن وكل الناس حتى اللي خارج الدولة خير وفضل هالبلاد واصل ومستفيد منه أمة لا إله إلا الله داخل الدولة وخارجها الله الشاهد بالأخص على كثر ما أسير وي أسير المستشفيات أسير أزور اللي يتعالجون أشوف الناس رقم فوق ما تتخيلون علاجهم على نفقة دولة الإمارات وعلى نفقة فاعلين الخير من دولة الإمارات ومن شيوخنا ومن حكامنا ومن ولاة أمرنا على حسابهم الخاص نعم شوف عيني ما حد قال لي غير مش كرمسه لا شوف عيني واقع والله ما يعرفون حتى أنا من وين اللي أتلاقى وياهم في المستشفيات يدعون لولاة أمرنا بطولة العمر ويدعون لبلادنا بالأمن والأمن ما تشوفون الوضع اللي نحن فيه هذا أنتوا طالعوا البلاد شرق وغرب خارج بلادنا نحن خارج حدود الإمارات شوفوا شو وضعهم شو النكبات اللي جايتهم وطالعوا نحن اللهم لك الحمد العمران مستمر والسيرة والجي مستمرة والحياة نشطة قادي دولتنا مثل خلية النحل تبارك الرحمن وبلاد الناس اللي من غير خاوية على عروشها تبارك الرحمن ما شاء الله خير الخالقين إن بلادنا نحن قادي تحرها نفتة دبيان نفتة عسل نعم من الحركة واليويل والسير واليي وبلادهم غادي خاوية على عروشها لا الله المستعان كافينا نعم يطرى الشر والإعاد خاوية على عروشها بلادهم نعم هذا شرق وغرب مني كلهم خاوية على عروشها وبلادنا نحن تبارك الرحمن غادي تحرها مثل ما قلت لكم نفتة عسل خلية نحل غادي بلادنا شمنا من دع الناس اللي فيها خير من النفوس الطيبة من التسامح من التجانس مع طيبة أهلها فلذلك رب العالمين مسخر لها من السماء ملائكة يحافظونها ليل بنهار أنت من وحينة؟ حصة ولا حفة؟ حصة بنت منو؟ بنت طارق منو؟ حصة ويدي بنت طارق بنت سمال قولي وزين أنا اللي في الدنيا كلها هذا اللي فيه ما بعتوه مخلف ما بنولف يدي غاوي زين عبد الله بن دسمال وقولي لهم أبوي فنان
وانا بكبري خدت ابوي الزين ليه في الدنيا كله عن يدي وعن ابوي، وغديت هالنمونة مثل ما تشوفوني فنانة وجميلة وحبوبة. شو رايك في هالكلام؟ مبسوطة؟ انت في اي كي جي انت؟ انا في جير 2. والله؟ وهذه مني؟ هذه؟ خدادي. شو اسمها؟ لين. لين؟ لين. لين تحبينها؟ شوي. لا 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 تشبي، انت اللي تشرب سفناب انا ما حرام مساء. زين شو رايك بتوديني السفناب؟ بليز. شربي عصير برتقال، ابل جوس، اورنج جوس، اوكي، ستروبري، سفناب ما تبينه صح؟ كله غازي ينفخ بطنك. يلا حبيبي. الله الله الله. يلا سلمي على ابوك زين؟ اوكي. طرشوا لي فويس البارحه، يعني صوتك سمعته في التليفون، قالوا بنيه اسمها حصه تبي تصور وياك. حق منو قلتي كذي انت؟ بابا. انزين كيف عرفتي انا موجود في الفندق؟ عشان شفتك في الادرس فوق. هي وعزرت عليهم اللي تجيبوني، اخير انت وريك. عشان شي قلت حق ابويا ما هي معك. هي علي هداك حبيبتي. والحمد لله شفتي الصدفه كيف تلاقينا؟ تلاقينا صدفه جميله وفنانه. اوكي حصلنا؟ حصه في كم حصه انا عندي؟ انا يدتي ام ابوي اسمها حصه بنت مصلط زين، وعندي اختي حصه بنت احمد الخالدي مهندسه، ويبات صادي شرادته مهندسه كبيره زين. يلا مع السلامه. صباح الخير صلاح. اليوم احلى صباح ويا الوالد صلاح. اول شيء حق خالدي. خالدي وين مسافر؟ امريكا. كفو والله واحد ابو صلاح. حسن هذا هذا ريوقنا الحين حبتيها الصاعقه. هلو مدام، جود مورنينج. هلو اكسكيوز مي هاو ار يو؟ جود ار ويت مي بلاي. ها ما خلص شيء بونا شيء عندهم البوفيه، البوفيه فيه من كل ما تشتهي النفس، يا غير ابوي نحن فضلنا ان نبطي واني خلاص، البوفيه خلص الساعة 11 من الساعة 6 لين الساعة 11 ونحن فضلنا نجلس، مش فضلنا، خطف علي الوقت وانا جالس اصور وانزل فيديوهات ولا لا 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 وخطف الوقت وابطيت فوق فتاخرنا فجينا ابوي هذا بنا 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 اكس نسيت عاد شو اسمه صدقي حلو والله اسمر وحاقير نمونه. الخالدي كيف الحال؟ عندك مانجا؟ ابو مانجا. الخالدي كيف الحال؟ عندك مانجا؟ ابو مانجا. اكيد نحن ابوي في الدور الرابع جايين الاسباء. هذا الاسباء مالهم في الدور الرابع. انا ما تشوفه. هناك يلسة هاي اللي تشوفونه قسم الاستراحة، أول ما تي يلسونك أبوي هني وتجيبوا لك أوراق توقعهن عن شو تبى شو ما تبى شو يوزلك شو ما يوز، بغيت ريال بغيت حرمة بغيت عفريت اللي تباه موجود برسم الخدمة. هذا تشوفونه أول ما يودون في هالمكان الطويل العريض عشان تشنج الروم، بدل ثيابك تعين الله خير أو بس اللبس ما هم اللي حق الاسباء. So we have sun over here and shower over there and steam sauna over there and also our relaxation area is there. What's here? It's a relaxation area. Here. And also this we have a two experience shower. This one is steam and this one is a vitality pool. Here the steam room. Yeah. And here? It's a vitality pool. It's a jacuzzi. Hey, cold one? Yeah, it's a warm. Warm أشواء. It's a hey, والله يا سلام. We have sauna. Okay. Thank you. Welcome. Do you think after the massage, is it? Yes, after the massage. Thank you. Okay. Now we are in Adres Bolivar Spa. Adres Bolivar Spa. Thank you. Thank you very much. Thank you.
زين لمكانهم يا ابوك. يا ابوك في هالمكان ما ودك تحرد ساكن. مكانهم يلق ما يهون عليك تسوي شيء. ترى جو دبي مول في النهار روحه عجبه. جو دبي مول في النهار روحه عجبه. هبله في الليل جمال جماليه. شوفوا الموقع هذا اللي نحن فيه جماليته على كل وقت. نيت في النهار له جمالية ونيت في الليل له جمالية وقت المهب له جمال على كل مناسبة. حتى وقت الهويات والطفات بعد له جمالية. إيه نعم ما يبارك كلام مرة 100% الخبر. الخبر يقين. خبر يقين 100%. هذاك فندقنا نحن أدرس بوليفار. هذاك فندقنا وهذاك بعد أدرس دبي مول وهذا أدرس داون تاون كلهم. شوفوا العالم بالله عليكم. شوفوا الضويل وشوفوا خلق الله ما خلق يا رجال. دور ما دار بحياة أمتلا. هيا مقرق أمتلا إله إلا الله. ها اللي يقولون الدنيا أبويه خفوا السائر والياي. خف السائر والياي ها. وين اللي خف؟ اللي يقول خف ابوي خف عقله. اللي يقول خف خفت العرب وخفت اللواد من السير والياي خف عقله. لا خفت اللواد ولا شياته هذا. ها شوف الناس هو كل مكان. ها ها ما يبالي كلام. هذا اليوم ابوكم الجمعة. شوف كم التاريخ. ايه قم عاد دور منو بيتذكر التاريخ. 22/3 من يوم الجمعة. الحين الساعة الله يحفظكم 5:45. عباس يتضارب ويا دباس. شوف اللوادب يقول ما شعل خفت خف السائر والياي. نعم اللي قال خف السائر والياي خف عقله. كثر ما دبي مول والله ولا شطحت هالمكان ولا شديت هالمكان. يقولون شيء فندق اسمه فندق القصر. أظني شايف فندق اسمه فندق القصر. يمكن هذا هو. العلم عند الله يعني. نحن واقفين سيارتنا هناك فوق آخر الدنيا. وصلنا المكان اللي أنا مخبرنكم عنه إن اليوم بنطلق فيه أو بنطلق منه التطبيق اللي خبرتكم عنه ونرمس عنه بأي من مدة أسبوع 10 أيام واجتماعات وسيارات ويايات ماراثونية بين أبوظبي ودبي. وركضة أبوظبي ودبي السعودية. أبوظبي ودبي السعودية هاي ركضة لها أول مرحلتها. اليوم إن شاء الله بينطلق التطبيق وبتعرفون كل كبيرة وصغيرة. شيء كلمة غالية على ناس وايدة وأغلب الناس عندنا في الخليج. كلمة الناس تحبها وتتفاخر بها وتترياها على أحر من الجمر الأول. كلمة مطراش. السنين الأولية الناس تترياها المطراش. شرات هلال العيد يتريونه المطراش. لي بيجيب أبوي الخبر وبيجيب العلم وبيجيب الصورة وبيجيب الخطوط وبيجيب العلم وبيجيب الأنباء الجيدة اللي تطمن أهل البيوت على الغاصة وعلى النواخذ وعلى اللي مادين الغوص وسائرين يكدون على هاليتهم. يتريون أبوي الناس المطراش. يتريون المطراش. كلمة المطراش غالية على كل أهل الخليج لأنها بيوت ياس التريا الأول المطراش. بيفرحهم عن بينعم بيفرحهم الخبر اللي بيجيبه المطراش. أكيد أنه بيفرحهم أنه بيقولهم أبوكم أخوكم خالكم الحبيب اللبو العم الخال اليد الولد
أمور وايدة، مسميات كثيرة للناس اللي تمد الغوص الأول. فلذلك الناس كلها يتريون المطراش، اللي ساكنين في البلاد يتريون ييهم المطراش، أسب يجيب لهم الخبر. منو اللي يجيب الخبر؟ هو المطراش. وعلى الموعد وعلى وفي نفس الوقت ونفس التاريخ ونفس الزمان والمكان نترقي بس يدنا المغرب ونخلص مصلين بنبتدي الاجتماع، وبتعرفون عن البنت وبنت البنت، بنخبركم عن البنت وبنت البنت شو العلم وشو الخبر وشو الأنباء وشو بيجيب لكم مطراش. المطراش شو الخبر اللي بيجيبه؟ صبروا. المطراش الأولي كلنا نعرفه، كل بيت شد فرح أبوه ولا خاله ولا عمه ولا يده بالمطراش، غير مطراشنا الحديث حاليا شو هو؟ هو يعلى الله يحفظكم عبارة عن تطبيق، تطبيق اسمه مطراش، والتطبيق هذا متعوب عليه أكثر عن سنتين، طاقم كامل يشتغلون ليل بنهار، بذلوا الغالي والنفيس، كدوا عمارهم كد لين أظهروا هذا التطبيق، عسب أنه يليق بالخدمات اللي كان أو مشابهة بالخدمات والأخبار اللي كان يجيبها مطراش في السنين الأولية. شو هو تطبيق مطراش؟ ومن وين جت الفكرة؟ فكرة شو؟ فكرة مطراش. بيخبركم في هالموضوع الأستاذ العزيز محمد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مطراش. أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك محمد. كيف أنت؟ الله يعافيك ويسلم. أبو محمد، قبل ما نبدأ حبيت أشكرك وأشكر متابعينك في ساعة انطلاق مطراش، وصلنا لساعة الصفر. وقبل ما نذكر المميزات اللي نحن توصلنا فيها في الابليكيشن وفي المنصة نفسها، حبيت أذكر كيف وصلنا لهذا التطبيق وكيف وصلنا لهالمميزات اللي موجودة فيه. طبعا نحن من سنتين شغالين على هالموضوع، أنا وأخوي محمد والفريق اللي موجود خلف الكواليس ما شاء الله عليهم. طبعا أخوي محمد الشاعر رئيس التنفيذي مطراش، الدكتور أبو ميثا، حسين إبراهيم. حسين إبراهيم مرحبا. أنا العرس. مرحبا مرحبا أستاذ. ليل ياسمين. ياسمين مال المغرب؟ وين ياسمين مالت سوريا؟ زين مرحبا بها. سيف رايد. أهلين. درا. بعد. عمر. ما شاء الله. أنا خالد الخالدي، مهندس منهل إبراهيم. مثل ما شفتوا مطراش هبلم تطبيق وراء نفر ونفرين، وراء بوية طاقم كامل، مجموعة كبيرة تشتغل ليل بنهار لجل إبراز تطبيق مطراش بشيء يليق بكل منزل وكل بيت وكل حد. شوف ها خلصتكم يو قوم بعد الحين ها على تشوفون كل ابوي تبع مطراش على تشوفونه. شيء وايد كبير، ما بشيء بسيط، ما بأربعة مفلعة وقالوا نحن بنسوي شيء فيه منصة بيع ومشترى، في منصة بيع ومشترى وكول سنتر وتسويق وعرض وترك، شيء وايد كبير. فالأخ محمد بتخبرنا عن الموضوع هذا كله أو بتشرح لنا عن كل شيء لو سمحت. طال عمرك نحن أخلقنا منصة أو أبليكيشن لخدمة التجارة الإلكترونية، أو نحن نسميه التاجر الذكي. نعم. والتاجر هذا الذكي حطينا له مميزات في التطبيق نفسه. على سبيل المثال طبعا مميزات كثيرة أنا بذكر بعضها. التاجر يقدر يفتح متجر خاص له، يقدر يحدد الحد الأدنى من الطلب نفسه، ويقدر كذلك يحدد قيمة المنتج لكل منتج، يحط له السعر المعين. وكذلك عندنا للمشتري عندنا أعطينا خاصية الدفع إما بالكريدت كارد أو كاش. وطبعا أخوي محمد بيضيف بعض المميزات الأخرى. هي طبعا ما زيد على أبو مطر، نحن أبو محمد
الفكرة أصلا هي لما بدت عندنا كمطراش ليش أصلا اتجهنا لهالمنطقة هاي؟ نعم. عندنا اليوم سوق كبير جدا، في عندنا التاجرات التجار الإلكترونيين ما محصلين الفرصة أن يعرضون منتجاتهم بصورة صحيحة. بصورة صحيحة عندنا طبعا عملنا بعض الدراسات، ونحن كواجبنا اليوم كرواد أعمال في مجال التجارة اللي احنا شغالين فيها والشركات اللي عندنا، قلنا بنرد جميل بسيط من قادتنا اللي هم عطونا الفرصة ان نحن جينا بالنمو اللي نحن فيه اليوم، نبغى ندعم افراد المجتمع. وبأمانة هي اصلا فكرة التطبيق مش فكرة تجارية، مش ربحية ابدا، مش ربحية، لان التطبيق مجاني. ايوه ابو محمد، التطبيق مجاني. اي فرد في المجتمع عنده فكرة، عنده منتج، يبقى بأي طريقة أنه يتوسع وأنه يسوق لها، يقدر يدخل في مطراش. لكن في نفس الوقت مطراش فيها بعض الخواص، إذا التاجر يحتاج لبعض الدعم، لبعض الفاسيلتيز اللي موجود اللي هو مثل الشو، مثل الشو، مثل استشارات على الماركتنج، على التسويق، نعم، لوجو، يحتاج مثلا يكون في المقدمة. وهم طبعا بيستفيدون بشكل كبير من الاشتراكات. هي تختلف يا ابو محمد بسبب ان على سبيل المثال هو عنده كذا منتج. نعم. تاجر توسع وانتقل لمرحله. من هو التاجر اللي تتكلم عنه انت؟ كل فرد في المجتمع اليوم عندنا. تاجر منو اللي انت مسوي حسب الابلكيشن هذا؟ الافراد المجتمع. مثل امي، مثل خالاتنا، مثل بناتنا. مثلا وحده عندها كب كيك ورق عنب، انت شو بتنفع فيه؟ الكب كيك ورق عنب اليوم صراحه انا اشوفه كسوق. ليش نحن اتجهنا لهالمنطقه ابو محمد؟ لان نعم. الكب كيك والورق عنب طغى بشكل كبير في الماركت الحين، كل بيت قام يطلب من التاجرات. نعم. لكن التاجرات هاي لو في عندنا طبعا اكثر من كب كيك والورق العنب ابو محمد، نحن يومينا ما في منصه اليوم تشملهم، ما في منصه تدعم المنتجات منهم بصوره احترافيه. ونحن فعلا الهدف الاول والاخير لنا في هال والمنتجات هاي العالميه. اليوم مطراش ما راح تفتح في مدينه فقط او في دوله، نحن اول اطلاق لنا ما بين طبعا دوله الامارات والمملكه العربيه السعوديه، وهذا فخر لنا الحمد لله. يعني يوم نحن نحط شعار على صدرنا ونحن يا السعوديه دائما، ودول المجلس تعاون بشكل كامل، وبعدين بنتوسع على مناطق الوطن العربي او دول الوطن العربي، دول الجوار كلهن. وهني عاد دعم اهالينا وربعنا في منصه نفسها ان نطلع العالميه ان شاء الله، ونحن بندعمهم بخبراتنا اللي كسبناها، وهم بيدعمونا ان يكونون في مطراش ان شاء الله. يعني اليوم نحن مطراش مثل ما قال اخوي ابو مطر، نعم، فيها بعض الخواص اللي ما تحصلها. الحين ما نبغى نذكر نحن اي منصه اخرى، نعم، بما ان نحن في هذا المجال، لكن المنصات اللي موجوده اليوم هي منصات للسوشيال او التواصل الاجتماعي. نعم. فنحن جبنا ومثل ما تقول دراسات واستشاريين استشرناهم، وطبعا في عندنا نحن نسميه اللي هو الماركتنج ريسيرش، الفوكس جروب، اللي هي طبعا نسال اللي في هالمجال اللي هم التاجرات او التجار اللي نحن اليوم نبغى نرتقي من، مثلا نقول هم طبعا اسر منتجه اكيد، نعم، لكن نحن نبغى نطلع نخليهم تاجرات وغيرها، تجار الكترونيين، ومن التجار الالكترونيين نبغاهم التاجر الذكي. فهاي فكره المشروع بشكل كامل طبعا، وكيف طلعت وليش نحن تمينا فيها. وطبعا ابو مطر اشتغلنا عليها سنتين ويعني وقتنا بشكل كبير لهالشيء. ليش؟ لافراد مجتمعنا. نعم. ونحس ان هذا واجب من تجارنا نحن لاهالينا ولاخواننا، وان شاء الله نكون عند مثل ما تقول عند حسن الظن ان شاء الله. وابو محمد نحن تقريبا من سنتين اجتمعنا، سوينا يسمونه الفوكس جروب، اجتمعنا تجار تقريبا 50 تاجر. نعم. وشفنا شو المشاكل اللي موجوده عندهم والتحديات اللي يواجهونها حاليا. نعم. وحولنا نحن التحديات هاي والمشاكل اللي كانت موجودة إلى مميزات في التطبيق نفسه. نعم. ومن غير هذا الشيء عندنا خاصية تقييم التاجر. أنا كمشتري هنا يوم أدخل على التطبيق نفسه أشوف كم نجمة. نبغي سبيل مثال. على سبيل المثال أنت يوم تشتري من التاجر. نعم. بيكون عندنا في الأبليكيشن. يا ليت بطريقة وتسيب يكون وايد مريحة أو أن سهلة سلسة. هنا الطريقة السلسة الشيء اللي كل حد يقدر يفهمه. الحين أنا إنسان أبشتري، دخلت التطبيق
هل في تقدرون تشرحونا على الشاشة؟ إن شاء الله. شو رأيك؟ على الشاشة بيكون أوضح. جزاك الله خير. سامحني عاد أخوي محمد. لا. اللي تشوفونه حينه تطبيق مطرح موجود على أبل ستور وأندرويد. ولا كان التليفون صغيروني فلذاك الجماعة أبوي على الله يحفظهم بيشرحونه على الشاشة العودة. وبالنسبة لمحمد يوم سألتنا عن التقييم، نعم كل متجر له تقييم وحتى كل بضاعة لها تقييم. نعم يعني على سبيل المثال الحين لو نيجي على الشاشة هاي الصفحة الرئيسية لمطراش. نعم طبعا فيها اللغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية وفيها فئات كثيرة من مأكولات أزياء صحة وجمال عطور وهدايا خدمات فزعة وفي طبعا خدمات أخرى. وفي عندنا هني لو تلاحظ محمد هذا كل محل عندنا في اسم المحل وفي تقييم للمنتج نفسه او للمحل تقييم عام. يعني هذا مثلا المحل هذا اللي اول واحد. نعم اول محل هذا مال تاجر. هذا تاجر طبعا محله مثلا تيفاني بيكر. انزين هذا الناس مقيمينه انه ثلاث نجمات. ليش نقال عنه ثلاث نجمات؟ لان بعد ما بوادين اللي مشترك في التطبيق تول هو بادي. تفضل اخوي. بالضبط محمد. في عندنا طبعا هني مجرد ما يطلب المشتري فيقدر حتى هني يكتب بعض التقييم والملاحظات. ونحن طبعا كإدارة نعم. اللي هو طبعا الإدارة الخلفية في المشروع نتابع كل يوم مباشرة عندنا غرفة طبعا كول سنتر هاي الموظفين وعندنا الكول سنتر هذا يكون موجود 24 ساعة. لا نحن حاليا بادين اللي هو 12 ساعة في اليوم. زين ونشوف كيف الضغط اللي بيكون اذا نعم. احتاج الامر طبعا اكيد بيكون 24 ساعه ان شاء الله. وهو ال 24 ساعه التواصل عندنا على الايميل وفي عندنا اللي هو المسجات اللي على التطبيق نفسه. نعم فابو محمد مثل ما تقول ان نتجاوب لكل حاله. واذا عندنا على سبيل المثال تاجر يحتاج مساعده الصور اللي ينزلها مش مثلا ما عنده خلفيه في الامور عندنا نحن مختصين في الماركتنج مثل اخونا عمر وهو يقوم على هو مع الفريق. منو عمر منهم؟ عمر اللي طبعا عنده ما شاء الله اداره. اسمك عمر؟ عمر. شكلك ما بمال عمر مال محمد احمد جي. شكرا. فنقوم مع استشاريين عندنا في التسويق ينصحون التاجر وهني عادة اللي تختلف في اللي هو الاشتراكات. ايوه فكل ما نحن نقدم خدمات اكثر في موظفين عندنا فهيل اللي مثل ما تقول اشتراكاتهم تختلف وتكون باسعار رمزيه. نعم محمد. هذا في حال التاجر يبغي مساعدة مثلا حد يصير عند موقع يظهر له صور يسوي له تحسين او شيء من هالقبيل يطلب منا اكيد نحن يعني انتم عندكم خدمات غير نعم. هذه نعم عندنا تواصل مباشر مع التاجر عن طريق التواصل الاجتماعي اللي هو عندنا في الواتساب وعندنا المحادثة للتطبيق نفسه. نعم فنتواصل معه وننصحهم. فهاي مثل ما تقول بالنسبة للتقييم أبو محمد يوم سألت أبغى أشوفه على الشاشة. محمد أنا حين خلي الرمسة اللي صارت كلها علي أنا الحين إنسان راعي بيع ومشتري روحي في بيتي عندي بضاعة وبيع واشتري فيها روحي نعم. وعندي اللي يبي يطلب من عندي من الانستغرام أو الواتساب شو بتقدموا لي أنا شو الخدمة اللي أقدر أستفيدها من وراكم أنتم؟ اول شيء مطراش شو بيسوي لي؟ اول شيء مطراش بيجمع او هدف مطراش انه يجمع الاسر المنتجه اللي هو طبعا اليوم نقول التجار الالكترونيين نعم. التاجر الذكي نعم. في منصه واحده نعم. يوصل سهوله وصول المشترين لهم هذا اول شيء. كيف سهوله هاي كيف التسهيل؟ على سبيل المثال اليوم في اي منصه انا ما بذكر اسم المنصات في اي منصه لو تبحث على منتج معين مثلاً مثال ورق عنب زين لما تعمل عملية البحث هذا يطلع لك ورق عنب في دولة ثانية أو وصفات ورق عنب أو فما يعطي المشتري الهدف يعني أنا دخلت الحين دخلت النت كتبت ورق عنب ما يظهر لي في الإمارات يطلع لك في دول ثانية المنصات تختلف أيوة. هم يعرضون الحين اليوم في منصة طبعاً هي الكبيرة المشهورة بدون ذكر أسامي فما دعم احتياجات التجار بشكل كبير. نعم. ونحن لما جت فكرة المشروع إن فعلًا نروح نطلع أفضل الطرق إنهم يستفيدون وإنهم يقدرون يعرضون بضايعهم فيها. منها البحث بمحمد. غير هذا الحين لو الشاشة ما أدري إذا بتوضح عندك بمحمد. إيش أوضح لك؟ نعم. على سبيل المثال التاجر يقدر يكتب وصف كامل عن بضاعته. هي. يقدر يكتب الإضافات مثلًا الحين.
يبى يضيف على سبيل المثال الكيكة هاي. هي. يبى المشتري لا يباها مثل حجم أكبر. نعم. يبى في معاها أشياء زايدة. يبى يزيد يبى ينقص. يباها مثلا بمواصفات معينه. في عندنا الكومنت بوكس اللي هي المقترحات او الطلبات. اذا اي مشتري يقدر يتواصل مع التاجر بالمسجز اللي موجوده عندنا في التطبيق. فهالاشياء يعني يقدر يزيد يقول اريد الكيكه ما اريدها بيربل اريدها صفراء اريدها حمراء اريد اكتب عليه اسم معين اريد احط صوره معينه يرفق الصوره. الحين طبعا في اشياء في بعض الخواص نحن ان شاء الله بعد 3 شهور من نطلق التطبيق في ابجريد دائما. نعم. في عندنا خطط حاطينها لاكثر من سنه. نعم. كيف نطور هذا التطبيق على الاحتياجات اللي نحن بنواجهها او الطلبات اللي بنواجهها من التجار ومن المشترين. لكن الدراسات اللي عملناها خلال السنتين فعلا غطت اكثر احتياجات لاحتياج التاجر. اعتقد التجار ابو محمد. نعم. جميعهم اذا حتى نحن بعد الاطلاق اذا اي تاجر له ملاحظات على التطبيق نحن بعد بابنا طبعا مثل مفتوح للكل لان في النهايه هذا التطبيق لهم. نعم. وجد لجل التجار. نعم. لجل اهالينا وعيالنا. نعم. حتى ابو محمد اذا مو بتاجر. نعم. يبدا ينتج شيء. نعم. وفي بيته يقدر يبدا. فهذا مثل ما تقول بشكل مختصر ابو محمد اذا عندك اي استفسارات او اي حد. كل كان اللي عندكن منتجات منزلية سواء ذكور أو إناث شيء هذا مش بس للنساء. حاليا أصبحوا ما شاء الله الشباب زادوا على البنات 1600 غاط. الكل من هو الجميع ما شاء الله يتسابق في إنتاج المنتجات المنزلية. تاجر الصغير، تاجر أبوظبي، تاجر الخليج، تاجر مليون تاجر وتاجر مليون. تطبيق هذا وجد لجلكم أنتن ولجلكم أنتو أن يساعدكم كيف ترتقون بالمنتج اللي عندكم أو طريقة تسويقه، طريقة كيف ينمو المنتج مالكم، كيف تقدرون تخلون المنتج هذا يصل إلى أكبر شريحة من العالم، أكبر شريحة من الناس، أكبر شريحة من الناس تستفيد من اللي عندكم. وتقدروا ويقدروا يسووا لكم صور ويصورون لكم كل اللي تبونه. المستهلك او الانسان الشراي او الانسان اللي يبى يشتري شيء او يبغي لخاطر في شيء معين، ما بلازم صراط 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 ميك اب، عطورات، سباريح، كنادير، مكياج، اي شيء في الدنيا العوده موجود. ترى الابلكيشن هذا مال مطراش كل التجار، مش خصوصا مخصوص حق الاكل ولا الشرب ولا العطر ولا المكياج. صناعات حرفيه، تجارات اوراق، تجارات يعني وايد اشياء البيوت تنتج حاليا. ازمه البيوت يا جماعه الخير تسوي بناتنا الله يحفظهن يصممن ازياء يستعان بموديلاتهم في الخارج، ياخذ التصميم من الامارات ومن السعوديه يكتبون عليه خارج الدولة المصمم فلاني وهو مظهور من هالبلاد الطيبة. التطبيق هذا الله يحفظكم تطبيق مطراش يساعدك انك انت مجرد ما تكتب حايك على الموقع هذا يجيب لك اقرب مكان واحسن مكان واجود مكان والمليون بياع ومليون شراي كلهم عدالك. يعني انت ما بيتوهك الموقع هذا، انت اللي داخل ان هذا مطراش ما بيخليك تتوه تضيع وين تدور ليه تباه هذا ابدا. شوف العين مرمى هدف. انت حين يا المستهلك بقيت السلعه الفلانيه، بقيت السلعه الفلانيه موجوده، بتلقى 3-4-5-100 مكان يبيع السلعه هذه. انزين هذا لكن نفس السلعه لكن الاسعار تختلف. نحن ما صرنا الحين على الاسعار تختلف وبس، صرنا على التقييم. تقدر تختار السعر زايد التقييم وتختار وتطلب اللي انت تبغاه من نفس مكانك. بقيت منتج العطورات، بقيت ميك اب، بقيت فساتين، بقيت اشياء حرفيه كل موجود عندك، وموجود التقييم وموجود السعر ومن كل الاماكن. ترى اللي محتاج للتطبيق مطراش هب بس الا البياع، هب اللي يبيع، حتى المشتري. انت حين تبغى تشتري شيء لازم يكون منزل، يكون التطبيق منزل لنا عندك هذا مال مطراش موجود عندك على موبايلك هالكبير، وترى ما ياخذ حيز
وتقدر حتى تدسه عن العرب يوم ما تبي حد يشوفه ينظلونك او انك تطلبه منه. انزين فلذلك تقدر تطلب الشيء اللي انت باه من نفس التطبيق وتقدر تبيع من نفس التطبيق. هاي مثل قاعده تحتاج لها كل اسره او كل شخص في الدنيا العوده. بدل ما انت تحطين سامانك ولا المنتج مالك كان عطر ولا قماش ولا اكل ولا شرب ولا رسومات ولا لوحات ولا اشياء حرفيه، بدل ما انت تحطينها في حسابك مال الانستغرام وتجلسين تديرين روحك وتدفعين بيزات حق بروموت ونشر واعاده نشر، حطوا لي في الجروبات وحطوا تدفعون على الويب سايت، هذا بوي ابلكيشن بلاش. لا ننتظر منكم لا حمدا ولا شكورا، في حب الله ابلكيشن اذا بتلقطين احسن منصه للبيع واكثر ناس تشتري واكثر ناس تبيع واكثر ناس بعد تسرط. يصيرون بعيد وايدات، يصيرن ابوي معارض ويصيرن ابوي الايفنتات ويصيرن ابوي في الجرايد وفي كل مكان يسوون نشر لمنتجهم او نشر للبضاعه اللي هو يسويها او للتجاره كانت الكترونيه صغيره ولا كبيره ايا كان. فلذلك بدل ما ابوي تعب عمرك شرق وغرب وتنشر، هذا ابوي ابلكيشن تشترك فيه بتغدي ابوي امورك طيبه وسامانك كلم بتدريبه الرب والعرب. فلاسي اقول لك تفضل اسمعني. اي نعم. اي زين اقول لك الحين ضف المثال، وحده اتصلت تبى او واحد اتصل يبى يسوي موقع، شو منو بيرد عليه؟ شو الاجراء؟ منو يطلب؟ منو يكلم؟ او سيدي يدخل وينزل التطبيق شو؟ انا اريد بالتفسير الممل او المبسط. ممكن؟ اي نعم ممكن. طبعا في عندنا ابو محمد، نحن الكول سنتر اللي خدمه العملاء. نعم طبعا متواجدين هم لمساعده كل واحد يبغى يفتح المتجر له او سواء اي شو يعني كلمه متجر له؟ كلمه متجر شو هو المتجر؟ اليوم ابو محمد مطراش بيوفر لكل شخص متجر الكتروني، يعني صفحه قصدك؟ صفحه نعم، متجره يحط بضائعه، يتحكم بالسعر، عنده حتى حساب بنكي عندنا يكون يحط الكريدت كارد، يبيع يشتري طبعا بالكريدت كارد اللي هو. وغير هذا طبعا اليوم ابو محمد عشان تعمل تطبيق شخصي يكلف شيء كبير، فنحن اليوم وفرنا عليهم بدل ما يصير يعلن في منصات ثانيه يكلفه كثير. اليوم نحن عندنا هني بيكون عنده المتجر، بتكون بضائعة واضحة باينة، يحددها مثلا على سبيل المثال فترة بيطلع إجازة يقدر تفضل تفضل سامحك ففترة مثلا شخص بيطلع إجازة يقدر يوقف المتجر، في بضاعة مو موجودة مثلا حين. وغير هذا إذا هو عنده طبخ يبغى يبيع مثلا على سبيل المثال مواد صحراوية أو معدات صحراوية، نعم في أشياء كثيرة يقدر يتحكم فيها إلكترونيا. غير هذا عندنا فريق نحن مثل ما قلنا الكول سنتر بيساعدون كل شخص ما يقدر مثلا، ما نحن سهلناه بشكل كبير يعني أي شخص سهل. أنا ما روم أسوي الصفحة هذه شو منو بيفيدني؟ محمد ترى الصفحة سهلة، يسجل ويسجل تسجيله مثل أي منصة ثانية، التسجيل هو سهل جدا. كيف سهل؟ مثلا على سبيل المثال لو تلاحظ محمد في عندنا هذا التسجيل، يسجل الاسم بريد الالكتروني، اليوم كل حد عنده بريد الكتروني، كلمة المرور ورقم التليفون، مجرد ما يضغط على التحقيق على اساس نحن نتاكد مو باي تاجر وهمي يدخل هنا، فيروح له كود وهالكود يدخله مره ثانيه اللي هو الرمز التعريفي. انزين مجرد ما يدخله سجل خلص، سجل دخول في مطراش. انزين والحين عقب ما يسجل بمحمد حتى لو تلاحظ عندنا من بعد ما يسجله طبعا لان انا الحين في الشاشه هاي هنا يدخلوا ويخصص له متجر، يعني يقدر يدخل ويفتح له متجر. بس هاي لو نقطع ابو محمد، وهنا هني يا ابو محمد لو تلاحظ مجرد ما هو سجل نعم يروح ويسوي طبعا متجره، يدخل على متاجري يبدا بانشاء متجر اللي هو هذه هذا الفص مجرد ما ينشئ. طبعا هنا في كل تاجر الاشياء اللي هو يحتاجها على حسب مجاله بالضبط ويوم مثلا على سبيل المثال ما قدر يوصل لمرحله معينه، في عندنا تواصل وفي رقم تواصل وفي ايميل، ونحن حتى نشوف شخص سجل وعلى سبيل المثال مسجل اسم المنتج بالغلط او في غلط في الترجمه او في غلط حتى بالصوره، الواحد يغلط، نحن ما
اي منتج يدخل في مطراش نعتمده عندنا عقب ينشر. فسبب اعتمادنا ان كل منتج يدخل بشكل محترف ونتصل في الشخص نفسه بعد يوم يشوف في اي ملاحظات. عندنا طبعا واحده من التحديات اللي هو الحساب البنكي قبل التاجر يروح يحول يدخل ويحول مثلا عن طريق المصرف او عن طريق اللي هي الاكستشينج اللي هي فاليوم لا عندنا نحن يدخل رقم حسابه عندنا مباشره من حسابنا نحن يروح لحساب التاجر في نفس الوقت وهو ياخذ على حسب كل كريدت كارت وحسب حسب البنك اللي يتعامل معه. اذا كان نفس البنك اللي عندنا ما يطول اكثر من يوم او يومين. ايوه بالضبط. ففي هالاشياء هاي ابو محمد اذا عندك استفسارات اكثر حضرك. اللي يخلي الوادم تامن في الموضوع هذا موضوع حبيزات الوادم قلبها بيقرص اكيد ابو محمد عشان كذا احنا مرخصين رسميا نعم في الدائره الاقتصاديه في امارات دبي في المملكه العربيه السعوديه يعني دوله الامارات والمملكه العربيه السعوديه بشكل رسمي. ترخيصكم انتم في السعوديه في الامارات؟ نعم بالضبط. ايوه فالترخيص هذا غير الترخيص. نحن حتى الشركه اللي نتعامل معها اللي بخصوص الحسابات وتحويل الحسابات شركه ماليه معتمده في الدوله. نحن ما لنا خص في اي موضوع يخص الكريدت كارد او شيء. هي شركه معتمده رسميا من بنوك في الدوله بدون ذكر طبعا اسم البنك لكن هي معتمده 100%. وهذا لاي تطبيق يكون رسمي مسجل في دوله الامارات اكيد لازم ياخذ الاجراءات هاي لان في قوانين وانظمه في الدوله يعني ما نقدر نتجاوزها. جزاك الله خير. علمونا ان الانترنت حول العالم الى قريه. انا اقول انه حول العالم الى مول. كل واحد يبيع ويشتري أونلاين هاي الأيام. نورة تسوي تحف خشب تأخذ العقل، أختها تخيط عبايات ما في مثلها، أبو أحمد يبيع عود وبخور يشل خشمك، أم عبد الله مخربت لنا الدايت بس أكلها يجنن. المشكلة كيف أوصل لغيرهم؟ ولو لقيتهم كيف أجيب البضاعة منهم؟ والمصيبة الأكبر كيف أدفع لهم؟ ويا رب ما يكون في مشكلة في الطلب. مطرش أول تطبيق وموقع يلتقي فيه تجار المنازل مع عملائهم، منصة تفاعلية توفر البحث التواصل وعملية الدفع الإلكتروني مع تجار المنازل، والأحلى من هذا خدمة التوصيل بعد. مطراش، اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفه. أنا نورة، طول عمري ربيعاتي يمدحون طبخي، شجعوني واستويت أطبخ وأبيع، بس مو بعارفة كيف أتوسع في تجارتي. فتحت حساب في تطبيق مشهور لكنه مش متخصص، ما أقدر أعرض منتجاتي ولا أسوق لها ولا حتى يقدرون يساعدوني في التوصيل ولا في الدفع. لا زباين وصلوا لي ولا أنا وصلت لهم. مطراش تطبيق يدرس حاجات التجار ويقدم لهم حلول تقنية متكاملة لتطوير أعمالهم والتسويق لها، ويخصص لهم مدير لتطوير تجارتهم خطوة بخطوة، ويوفر لهم تقارير البيع الشهرية والسنوية، وفوق هذا خاصية الموافقة على الطلب أو رفضه، وريحناهم من موضوع الدفعات بعد كاش أو أونلاين، كله يمشي معانا. والأحلى ما تشيلون هم كيف توصلون الطلب، أنت جاهز والباقي على التطبيق. وبعد تقييم التجار اللي يعطيك ميزة التسويق لمنتجاتك وفرصة الإعلانات على المنصة والاستفادة من خدمات الترويج لمنتجاتك في السوشيال ميديا. كل هذا بأسعار خيالية وباقات حسب احتياجاتك. حمل التطبيق وسجل وشوف كيف مطراش راح يسهل حياتك. عما تشوفونها هاي كيكة مطراش بمناسبة ابوي تدشين ابليكيشن مطراش. هبل هذا اللي تشوفونه هذا ابوي قلن من ذل، هذه شدنيها مريود، هذا كل ابوي بمناسبة تدشين تطبيق مطراش. وها كله على فكرة كل التاجرات توهن ابوي استخبرا وهن ابوي اللي مطرشات اللي كل هذا سجلوهن ابوي، اول ناس سجلوا في الابليكيشن هن اللي مسويات ابوي هالمشروع. يلا الله يبارك لهم. يلا ابو مطر بسم الله. رسلان تعال ابوي تعال لي ايلس هطول لك ابوي العرب كلها لازم تصرف وانا ما اشوفك. بالعافيه ما شاء الله عليك رسلان.
يا ربي ما صاروني عدالك. لا بالعكس. شو بالعكس؟ كرسية طويلة أنا. يا ريال. ما شاء الله عليك رسلان، أنت من أي منطقة؟ طويل العمر أنا رسلان الحنيطي من الأردن. والنعد هي من أي منطقة في الأردن؟ من لحيتك، إحنا بالقوية عمان. ما شاء الله عليك. الله يحييك. الله عليكم زود. كم لك من الوقت في الإمارات؟ أنا طويل العمر من 2015. ما شاء الله عليك. يعني مبطي. مبطي لكني مو بكثير. كم لك الحين؟ حاليا 4 سنوات. زين الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فضل ونعمة. مبسوط؟ اكيد. بلاد خير الحمد لله. واهل خير كلهم خير. اللهم ديم زود. اللهم ديم هذا انتم الخير طيبين. علينا. الله يبارك فيك. الانسان الخي اللي ظاهر من دار طيبه يشوف كل دار زينه. الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك. الله يمسك بنوار النبي. رسلان انت روحك اسمك رسلان ولا النك نيم مالك هذا ولا شو؟ والله انا اسمي رسلان. اسمك روحك رسلان. نعم نعم والله رسلان صحيح. جميل اسمك. تعرف شو معنى كلمه رسلان انت صح؟ والله هو اسم شركسي طال عمرك قديم. أه. كان يستعمل ايام الدوله العثمانيه. شو معناه؟ هو بيت الاسد. بيت الاسد رسلان. صحيح. تعرف صحيح. عند العرب شو كلمه رسلان؟ والله تزيدني معلومة لو تتفضل. نوع من أنواع الدلال. دله. حلو. دله شيء قريشية. أها. شيء رسلان. نعم. الرسلان هي المتعارف عليها. سلام. واللي تدور في الميالس عند العرب كلها. ممتاز. ممتاز. هنا. زدنا معرفة باسمي. هنا رسلان هي دله الفنان اللي ما شيء شرعته. الله يحييك. الحمد لله رب العالمين بالتطبيق اللي اليوم نحن أعلننا عنه اللي هو تطبيق مطراش. ما تحتاجين او ما تحتاج انت يا التاجر من منزلك انك تحتاج حق تتمنى زيد وعبيد انشر لي سوي لي دعايه سوي لي شو اسمه هذا اللي يصورونه واحد يصور الحساب الثاني كابتشر هب كابتشر ثاني انشر لي حسابي شت اوت ها ما يحتاج بتقول حق حد شت اوت وغير شت اوت ولا ارمس عني لا مجرد ما تشترك ابوي في هالابلكيشن روحك انت تسوي حق عمرك تسويق بطريقه ما تتخيلها وبلاش بلاش المصيب ان بلاش لا تتمنى لا زيد لا عبيد لا فلان لا علان وكل من كانت جوده وكل من خليت جوده المنتج مالك إن كان عطر أو أكل أو شرب أو أي سلعة جيدة السلعة الجيدة هي اللي تشهر عمرها كلهم بيقولوا النعم كلهم بيقول شيء شو هالشيء الطيب فلذلك كل ما ياك كل بتاخذ نجوم زيادة وبتتفوق إن كان عندك خدمة ترك خدمة باص مثلاً في خيايط باس في حلاليج باس في حد يقصر ثياب يطول ثياب يبيع ورد بوكيهات ورد باس يودي لك يغلف لك هداياك وانت في البيت اي نشاط عندك مجرد ما تشترك في هالابليكيشن اللي هو مطراش مثلا انت اشتركت في الابليكيشن هذا اللي هو مطراش بعد فترة مثلا عندك انت مركز طبي عندك عروض تروم تنزل عروضك في هاي الساعة اكثر انتشار موقع فيه الاف مؤلفة عشرات الالاف مئات الالاف اللي من السعودية بيشوف اللي من دبا اللي من روس ليبال اللي من خصب مليادي غمضة تب تيبات كلهم بيدريبك لان عندك التخفيض عندك الأوفرات هاي انت مسوينها فبتنفع ناس وايدة خلصنا حين التجار انت حين المستهلك يا الآدمي تبى تدور على دكتور أسنان تبى سعره موافق وجودته عالية وين تلقاه وين بتلقطه هالدكتور تسأل فلان وعلان وزيد وعبيد لا 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 لا, لا. الحين أبوي عندك مطراش نزل تطبيق مطراش وتخبره بيعطيك عن لو تبغي منو مناسب بعد الدكتور بيخبرك كم آدمي شكر عليه كم آدمي دمه كم آدمي قال هذا الدكتور زين هذا فعله هذا تركه هذا علمه هذا خبره هذا كله تلقطع عند منو عند مطراش شو يا أبوكم هذا مطراش باهس
يحتاج أبوي زقر فلان يصور سامان ويعرضه، ولا زقر علان بيزات أبوي مجين جو إن شاء الله حاد دنكن. ما تبع أبوي حد يسوي لك إعلان لا عن منتج ولا شياته، لا عند لا 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 خالد الخالدي ولا غير خالد الخالدي ولا فلان ولا علان. أبوي مطراش بلاش وفكوا عماركم والصدع والديانة. نعم انكم بتفتكون بتغدون يمين قرالي وطالع ويف. خالد الخالدي أبوي وصال دبيمون، مفروض أكون قبل ساعة، لكن شو أسوي؟ كان عندي الموضوع هذا كان وايد مهم بالنسبة لي أنا، نظرا لأهميته فقدمته على كل رغباتي الشخصية، فلذلك أبوي سرت وخلصت أبوي الموضوع. بنت هذا أبو إبراهيم بنت زين، خلصت أبوي شغلي وحين أبوي جاي دبيمول، بتمشى وبعين من الله خير وبيشرب الكوفي وبيجلس في كل مكان، بشوف العرب والعرب بتشوفني وبعين من الله خير، وإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين أنها وبصير فندقي فندقي جريب. لكن الحين ما في أودي سيارتي أنا أجيب سيارتي أبوي عندهم حق خلافه أبوي أسير بسيارتي، ومرة واحدة بس إن شاء الله غداي يا إني تغديت في دبي أو إني تغديت في أبوظبي. لا تقول ما حد قال لكن اللي ممكن عرفت أبوي موقع مطراش ورامة تنزله تخبر بيعاته عن الحسد وعن التيلس، انت تتبن كل شيء إلا لكن انت لازم تخبر ان ابوي ربيعاتكن كلهن اساس ان ابوي يستفيدن. او يقول وانا لا تصورني هالمصك هاي اقول لكم سمعتوا بالي يقول مكسورة وتبرد هذا هو هذا مكسورة وتبرد يا ابوك يا ليش لو مكسور ها لكن طار يدي الدكتور والله والله هطم ليش قصوا ان عصب تمزق عندك زيف تكيت يوم اللي عصب فدوة لو في خير ما غدا عصب عصبه ما تنكل ولا تنهضم يشبهون حد من العرب يقولون أنا بسم الله تعصبه لا تنصرف ولا تنيرع ولا تنشرب ولا تنكل إيه حد من العرب حد من العرب من تجيل طينة لكن انت ما شاء الله عليك فنان انت روحك فنان باعة وي انا لو فنان تلقاني يدق عود ما شاء الله عليك والله مليون مرحبا بالكور لا خلا لا خلا ولا عدم من هالوي والله مليون مرحبا بالورد عاش والله من شافك لا خلينا لا خلينا من هالشو الله يحييك ويمجيك والله يبوك من نحن عايين عقبه وانا جدمنا وقالنا سير وانت حق يا خالد لا خلينا ولا ويا لا خلينا من اسمك الله يسلمك ولا من وين يجلس نتيت الله يسلمك الله يبارك في حياتك الله يسلم خلينا من والله كان يبوكم ملك جمال عيل الحين ما شاء الله عليك بعد فنان الله يسلمك ما عليك زود يا خالد ما عليك زود الله يسلمك هذا ابوي كان بطل الامارات سرالي الاول هو هذا من الابطال من المحاربين القدامى اي والله يا لا خلينا منك الله يسلمك زين وين انت هذا تليفونك وين انت بتصور قبله وانا بصورك لا تصور هذه وانت انا صور بعد انت ما بتخبرني انت منو قبل محمد عبد الله والله والنعم والنعم ابو جاسم متى جايين العصر ما شاء الله تعشيتنيها ويا هالكلو ايه ما شاء الله ما شاء الله عليك اي صف اول ثانوي ما شاء الله الله يحفظك يلا خلص عادل ما بتخبرني انت منو انا احمد عبد الله الشامسي احمد عبد الله محمد جاسم خير الله اي والله تعرف المسرحيه لا والله والله ما اعرفه يا رجال احمد عبد الله محمد جاسم خير الله ما تعرفه احمد عبد الله محمد جاسم خير الله يبالي اشوفه انا زين يلا الله يحفظك اصبر اصبر هذا الرجال من اللي وياك هذا ايه عبد الله عبد الله الشيباني من هالوين هذا هذا من عيالنا من هالبضبي البطين العين شرق غرب شي بلاد تكلم انتوا عندك كذا هذا عبد الله من عيالنا نحن ايه من بضبي نحن والله بس هو اصل الرجال عراقي والله والنعم عراقي يعني بعد من عيالنا اي نعم هو ايه مولود عندنا هني ومن عيالنا يعني ايه ما شاء الله لان وايدين توا واقعوني ليش توني اصورك من بعيد ايه وسكر عليك
لا لا هو سكر عليك. قلت عاده هنا ما شاء الله يبوكم بالكور روحه ما شاء الله عريض، وهذا يا ادمي ابوي دار سكر على بالكور. قال اذكر الله يبوك لاي شيء الريال. لا لا انت عينك ما شاء الله عليك. ها معلش حال هذا هي. ما شاء الله شوف الله عليك والله كذا الحين طالب نيات كني طالع عندك الحين بعد تتروح انت هو يطلع الشارع من اي حال. لا خلينا من كيف الكور يعليك. شو بطولاتك الأول؟ نتكلم عن الأول أيام الرالي وايد ضروري حين ثاني مرة أنا أصورك. نعم ويب طاري الرالي يا غير ما عد أنا ما عندي ديتيلز كامل الأولي المعلومات طال عمرك الراليات وايد. أنا أخذت بطولة الأمارات في 84 و85 و91 و92 يوم يقولك صبي راقد. نعم يوم عدى صبي راقد. نعم كلامك صح ما شاء الله عليك. لكن راليات وايد يعني دخلنا راليات وايد لكن كبطولة الامارات 4 مرات. سويتوا رالي في لبنان ولا؟ لبنان لا اشتركنا في الاردن وما توفقنا واشتركنا في الكويت نفس الشيء في قطر طلعنا الثالث في البحرين الخامس. ما شاء الله ما شاء الله. لكن في الامارات شو طلعت؟ بطولة الامارات 4 مرات طال عمرك. تبارك الرحمن. الله يسلم وان شاء الله الحين نحن بنسوي رالي وانا أرجو أنك توافق أنت تكون مساعد عندي. لا والله لو الموت حطني أحطك مساعد نافيجيتر بس تقرأ الطريق بس لنا وين بروما قرأت نبيلس أتشهد على مش حقة تشهد كل شيء بسيط كل إلكتروني يا الحين. الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك. جيت العيال الله يحفظهم السنة في لندن. هي نعم يلا يبارك فيهم. الله يسلمك ووفينا نرمس وما شاء الله كلهم أخيار لشراتك شرات كلهم ويبوهم طيب. الله يسلمك ما عليك زود والله, والله عليك زود. الله يحفظك ولا يخلينا سامحنا ابوي راعي العراق سامحنا بارك الله فيك ما عليك راشد والخالق والله مليون والنعم وسنيد هذا من الكنيبات اي ولد عم ناصر ولد عم ناصر اي نعم. ما في شبه من ناصر ما في شبه من ناصر الكنيبي فطول ناصر فطول اي نعم فطول صدقك اي نعم فطول ما قلت عيله لا خلينا منكم يعني سامحونا عاد بديتك يا مرحبا يا مرحبا عوي يبين عاد من الأكواب ومن القويريات ومن المكرون هذا واحد بستاشو والثاني قهوة قهوة لو كراميل ما أدري بشو شو كراميل طلب كراميل إيه أبوي ها أبو إبراهيم الله يحفظه ما شاء الله عليه طالب هوت شوكولات وأنا أبوي طلبت شاي مالهم هذا مال الأعشاب لدوري هذا ها لدوري ما تدين دبي مود اللي لازم أني لدوري وكان فنان واسم يعني كلني يعرفه يعرفه لا دبي ليش أباري عليه ويعرفه يعني الناس تعرفه يعني مكان كيديد ما تفضل أنك تسيل لأن آلاف الأماكن الجديدة لكن لو دوريه له زبونه اللي يعرفه من عشرات السنين بالأخص اللي يحبون المغرب ما كنا في مناسبة تدشين الابليكيشن مال مطراش تكلمنا مع موظف من الموظفين اسمه رسلان انزين فحين بنحط حطينا حين صورة فيها 5 أو 6 أنواع من الدلال مع مسمياته القريشية ورسلان والبغدادية كلهن يعني فحطينا كل واحدة منهن بصورتها واسمها يعني هل المهتمين في المواضيع هذه وسيلة. السلام عليكم ومحمد السلام عليكم مرحبا كيف الحال كيف انت السلام عليكم كيف الحال شو اخبارك محمد الله يطول عمرك منور ما شاء الله اليوم وين مساعة؟ وين خطأ؟ خطأت عنك هناك عاد مستعيل. أنتوا عيلي وين سر؟